بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يمسي عليكم ويمسي على الناس اللي موجودة معانا في القناة، اللي مشاهديننا ورافعنا راسنا. طبعا طبعا دلوقتي التحديث زي ما انتم شايفين اهوت، النهاردة الخميس. طبعا التحديث وصل. طبعا في أجهزة بتحدث لوحدها وفي أجهزة متحدثة. طبعا الجهاز ده زي ما انت شايف كده، لو شفت ما غيرت الصورة، في جهازين، الجهاز اللي فوق ده بتاعي واللي تحت ده بتاع واحد صاحبي. بتاعنا ما دخلتش عملت له ابديت ولا اي حاجه، وما طلبش مني اي تحديث، عشان تكونوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، لان مش كل الاجهزه هتحدث بصوره تلقائيه كده. ممكن انت تخش الابديت وتطلب ابديت فيجي لك تحديث، وممكن يبقى معاك اسمعك شويه، لان الابديت طبعا كبير ومش مظبوط. فده الجهاز اللي هو انت شايفينه تحت ده، هو ده اللي بيحدث معايا دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهوت. طبعا التحديث 437 ميجا، فالتحديث كبير قوي. فاللي عنده مشكلة في النت أو النت ضعيف، يا ريت ما يخشش يحدث، لأن ممكن ما يكملش معاه ويبقى فيه مشكلة. فالجهاز كده كده يبقى شغال معاك، ما عندكش فيه أي مشكلة. زي ما أنت شايف هو كده بيحدث معايا. طبعا التحديث ده ياخد وقت كبير جدا، فأنا طبعا هوقف الفيديو وبعد كده أكمل معاك وأوريلك الدنيا فيها إيه بعد ما هيحدث الجهاز، ونشوف مع بعض وأوريلكوا الدنيا فيها إيه. دلوقتي الابديت اهو وصل للنهايه. طبعا هو خد معايا تقريبا نص ساعه. طبعا كده الجهاز هيرستر وهيرجع تاني يفتح. هنوقف الفيديو لغايه ما يفتح كده ونشوف معاكم الدنيا فيها ايه. هو بيكمل الابديت اهو الاخير بعد ما خلص. نستنى بقى الجهاز لما يفتح كده ونشوف الدنيا معاكم في ايه، ونوري لك النسخه شكلها ايه او ايه التغيير فيها. كده الجهاز بيثبت النسخه اهوت. بعد التثبيت نوري لك بقى الشكل الاخير. طبعا بعد ما الجهاز حدث، طبعا كل حاجه تعتبر زي ما هي. الاختلاف فينا بس اللي نازل شفته جديد في الفيديو، تقريبا يعني في مفضله نازله زي ما انت شايف كده، سبورت، المسلسلات، الاخبار، الديني، اجنبي، ده اللي نازل معاه الجهاز. نشوف الفيرجن بتاع الجهاز اهو بعد ما حدث. معلش بقى التصوير رخم شويه اهو. ده الاصدار اهوت 1382، ده الاصدار اهو. تمام كده الجهاز حدث، مفيش فيه اي مشكله. طبعا النسخه ديت ما كانش فيها لانشر، مفيش اي مشكله خالص. فطبعا اللي عايز يحدث، لو النت عندك مش كويس ما تحدثش، والجهاز هيفضل شغال معاك زي الفل، مفيش اي مشكله. عشان لو النت فيه مشكله هيعرفك وهيرجع تاني يعيد معاك، وممكن يحصل توقف للجهاز وما يشتغلش معاك، فانت خليك في المضمون. ولو النت عندك كويس اعمل ابديت عادي، مفيش اي مشكله زي ما قلت لك اهو. يعني انا الجهاز حدث معايا زي الفل، ووريت لك النسخه مفيش فيها اي جديد. طبعا دي القنوات اهيت، هنجربها على السريع. طبعا انتوا عارفين عشان ما نخشش في حوارات اهو. معلش برضو التصوير تاني مره، لان الوقت مش سامح. فيعني الواحد على قد ما يقدر قال ايه نوري برضك للناس، بحيث الناس ما تتوهش. هي ممكن تغيب لحظات كده، بس ان شاء الله بتشتغل معاك وما عندكش فيها اي مشكله. زي ما انت شايف كده اشتغلت، بس انا مش عايز بقى ايه ان انا داخل في حوارات بسبب الحوار ده. تمام اهو كده الجهاز اشتغل زي الفل. وهوريك بقى النسخة القديمة اللي على الجهاز بتاعي اهو اللي فوق دوت، عشان برضه تتأكد ان احنا حدثنا.